HME ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بيخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. كل متابعي أوتوفوكس، حلقة اليوم ما راح تكون مرتكزة فقط أكيد على سيارة المازدا تور، راح نطلب منكم يكون معكم الموبايل لنتواصل معكم بحلقة اليوم من أوتوفوكس. تابعونا. ضم إلى جانبي مسيو توني عبدو مدير المبيعات بشركة أم بخاطر، وبعرف محضر الموبايل توني من هلا. شو قصة الموبايل يعني اليوم؟ عم نقعد مشاهدين، خلوا السيلولر بعيدكم، نتواصل معكم بالحلقة. في عنا هاشتاك، في عنا واتساب، في عنا تواصل معهم ديريكت عم بيكون، وهيدا دايما عم بيكون نحن دايما سبعين بالتجارب الجديدة والانتراكشن عم بيكون مع زبون، هيدا اللي عم بيحمسهم خاصة مع سيارة لجيل الشباب المازا دول عم تمر ورانا، هيدا لجيل حماس كله سوا خاصة طلاب الجامعات اليوم. أكيد. خلينا نقول بداية للمشاهدين شو هو السبيشال ديل الموجود المستمر على طرازات المازدا، وأكيد واحدة منهم طراز المازدا تو توني. في عنا ديل كتير كتير مميز. أكيد عم نحكي اليوم عن مازدا تو 2018. الديل هو راح يكون دايما عم بنقول انه هالديل كان عم يمرق معنا بشهر ديسمبر 2017 وراح يكفي معنا بجانيوري 2018 لفتره ال 15 يوم اللي جايين. 0.99 انترست على 5 سنين، هي اوطى نسبه فايده بالسوق، الفايده كلها عم تعلى بالسوق جورج، احنا بعدنا مثبتينها. عندك الكاش باك اللي عم بيكون $500 على هيدي السياره، اللي هي اذا قسط على البنك 30% دفعولها راح يطلع له الكاش باك في حاله التقسيط. عندك الانشورنس بريميوم انشورنس اللي عم تكون بلا ديبريسيشن بلا فرانشيز على 5 سنين ريبليسمنت كار، احلى انشورنس بالسوق مع وارنتي 5 ييرز اوبن مايلج. يعني ديل كامل كامل مكمل من كل الزوايا، وكمان بعد في 50000 كيلومتر مينتنس، هيدا دائما مفاجاه. هيدا موجوده بيرفكت على سياره المازدا 2. على المازدا 2 كثير منيح. توني رح هلا نطلب من المشاهدين يحضروا الموبايل لانه بده يبعثوا لنا على الواتساب اسم السياره بس، يعني اليوم مثلا مازدا 2 وراح يطلع لهم بناو كامل عن دفعتهم الشهريه وغيرها. خبرنا دي يعني مازدا بحطها على الواتساب الرقم اللي عم يمر معنا على الشاشه، نحن ببعث له البنك سيميليشن على 30% دفعوله المينيموم مع السبيكس تبع السياره، ومن هونك راح بيصير يتواصلوا معه عنا لحتى نقدر نعطي معلومات الماكسيم اللي بيطلبها، وهيدي بتكون احلى سيرفيس له. طبعا راح نشوف انا وياكم مشاهدين هلا فيديو خاص عن سياره المازدا 2 اللي معنا اليوم. Now available in sedan. Go somewhere you'd rather be. نرجع لأجواء الاستوديو بعد الشورت فيديو الرائع على المازدا 2 الجديدة. أكيد توني بدنا نذكر المشاهدين كمان هلأ في عنا هاشتاج Enjoy Moving Forward. لي Enjoy Moving Forward، إذا شفت الفيديو جورج بتشوف كله ابتسامات، كله سمايلي فيسز. الشخص اللي عم يسوق مازدا عم بيكون دايما مبسوط ومرتاح، ونحن المشن تبعنا مش بس نبيع سيارة مازدا أكثر ما هو نكون عم نخلي البسمة موجودة على زبون على وجه زبوناتنا ونخليهم دايما مبسوطين بهالتجربة معنا، خاصة بعد ما يشتروا السيارة. أكيد بعد ما يشتروا السيارة، لأنه هين كل شخص يبيع السيارة، بس مش هين صعب كثير إنه تقدر تعمل فولو أب مع زبونات، تعمل فولو أب وتخليه مبسوط لزبونك. هيدي المشن تبعنا، مشان هيك رح يكون عنا هاشتاج Enjoy Moving Forward لحتى كل اللي بيتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي بهالهاشتاج هيدا نقدر نحن نتواصل معهم، وخاصة يبعتولنا فيديوز، يبعتولنا فيديوز، لأنه هلا رح يمروا معنا فيديوز عن الأشخاص اللي مبسوطين بالمازدا وبالتجربة تبعهم. وهلا اللي بده يبعث لنا مع الفيديو يعمل شير للفيديو تبعه، رح نشوفه نيكست تايم معنا على البلاتو. يعني فرصة لكم مشاهدينا تكونوا بحلقة أوتو فوكس، متبع يكون معنا كمان أصدقاء لنا بحلقة اليوم زبائن لمازدا، بنشوفهم سوا بهالشورت فيديو. المازدا مريحتني لانه ما بتفوت على الجراج، وهيدي شغله مهمه جدا خصوصا بلبنان. نحن من 50 سنه بالمازدا. قبل ما نحكي عن شغله كتير كتير فاجاتنا، هي الدور تو دور،
تست درايف. بدنا نرجع نضوي اكثر على الديل توني انا وياك لاكيد نرجع نوضح على المشاهدين شو هو سبيشال ديل الموجود اليوم على سياره المازدا 2 اللي معنا اليوم بالاستوديو. معنا امور كثير مهمه. مزبوط. بدك تفاصيل لك. عندنا ال 0.99 انترست اوفر ذا 5 ييرز، عندنا $500 كاش باك في حاله تقسيط على داون بيمنت 30%، عم ياخذ $500 كاش باك من البنك، ممكن يكون جيفت كارد او ديبت كارد. في عندك ال 50000 كيلومتر مينتنس فور فري كمان عم تكون على هالسياره لفتره 5 سنين او 50000 كيلومتر. عندك الانشورنس اللي هي عم تكون بريميوم انشورنس، زيرو ديدكتبل زيرو ديبريشن طبيعي. ودائما عندنا الرود اسيستنت اللي هو 24 على 7 عالم دائما نكون ستاند باي لنخدم زبوننا بالطريقه المضبوطه. طوني هلا بدنا نحكي عن شغله عن جد مرفته جدا، هي واحد يكون قاعد بالبيت قاعد بشغله عم توصل له سياره التست درايف، يعني اي سياره مازدا حاب يجربها عم توصل له مطرح ما هو موجود، ما عم يجي على الشركه، بس عليه اكيد عبر الواتساب كمان مشاهدينا يحجز طبيعي التست درايف تبعه لتوصل له السياره مطرح ما هو موجود. وهيدا بطلب انا من كل عم يحضرونا هلا، كل ما شخص هو استعجل وحجز قبل عم يكون تطلع له السياره قبل، لانه رح يصير في عنا كثير ضغط على الخطوط، ومشان هيك نحن بنبعث له السياره لعنده لحتى نخليه مرتاح ويعيش التجربة قبل ما يشتري المازدا، يبلش يرتاح قبل ما يشتري السيارة. رقم الواتساب أكيد عم نشوفه على الشاشة لتواصلوا معنا أكيد توني بحلقة اليوم وتاخدوا تيست درايف دور تو دور تيست درايف. توني أنا بشكرك على وجودك معنا، نشوفك بحلقات مقبلة أكيد. مشاهدينا شورت فيديو عن ويلرز ونختم حلقتنا معكم، إلى اللقاء. wheelers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده، وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.